هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مايا، وفيديو النهارده هيكون عن طريقة عمل البيبر كليبس الكيوت دول. بجد شكلهم يجنن، انا بعشق الحاجات دي. مين زيي بتحب الحاجات دي؟ تكتب لي تحت في التعليقات. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي تعملوهم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان لو مش عندك الادوات اللي انا هستخدمها في الفيديو هقول لك البديل ليها في اخر الفيديو، فتابع الفيديو للاخر، عشان بجد البيبر كليبس من الحاجات اللي بتغير شكل البلانر والاجنده، وبتخلي شكلها كيوت وشيك، وتفتح النفس كده ان انت يعني تفتحيها وتكتبي فيها. فتابعي الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وتعملي شير، وتكتبي لي تعليقات تشجعيني وتدعميني عشان استمر وانزل فيديوهات على طول. ويلا بينا نبتدي. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنحتاجها طبعا، ودي اساسية وملهاش بديل، البيبر كليبس. انا هنا هستخدم السيلفر الحجم الكبير، ومن الالوان الحجم الصغير، دول المتوفرين عندي، وكمان ماشيين مع شكل التاج يعني وحجمه. فاهم حاجة لما تيجي تختاري على حسب الحجم، يعني يكون ماشي معي. تاني حاجة هنحتاجها يا بنات الجليتر فوم، ده مقاسه A4. جيبي الالوان اللي انت عاوزاها، وبيبقى فيه منه رول كمان، بس انا بحب الحجم الصغير ده عشان اقدر استخدمه. اهم حاجة جيبي اللي هو بيكون بيلزق كده، يعني من الظهر بيلزق، عشان ما نحتاجش جلو، ده هيسهل عليكي جدا طريقة العمل. يعني كمان هستخدم الفويل جولد، هي بصراحة دي فكرتي، انا ما شفتش ولا اجانب ولا عرب عملوا منه بيبر كليبس، بيستخدموه في حاجات تانية، بس كبيبر كليبس هو عموما بيبقى خفيف شوية، بس بيبقى شكله شيك. هو طبعا مش بيبقى زي الجليتر فوم يعني بيبقى ماسك نفسه كده، لا بيبقى خفيف شوية، بس بصراحة شكله شيك جدا، وزي ما قلت لكم انا حباه قوي، هو على اغلب الحاجات عندي يعني، حتى الاجندة بتاعتي هوريها لكم في اخر الفيديو عليها فويل جولد، فممكن تبقوا تجربوا فكرتي يعني. وطبعا عشان اعمل شكل التاج هحتاج قطاعة الفوم، ده بيبقى شكلها يا بنات بيبقى مقاسها 1.5 بوصة، ده بيبقى الحجم الوسط، وده مقاسها يا بنات بيبقى مكتوب فوق كده، عشان ما كانش واضح شغلت لكم الفلاش، بصور بالفلاش بس هو يعني يعتبر هنا واضح شوية. وفي اخر الفيديو هقول لكم لو انتم مش عندكم قطاعة الفوم دي تستخدموا ايه بديل برضو عشان تعملوه. عايزه اقول لكم يا بنات الحلو في القطاعه دي كمان ان فيها مكان للتخزين، يعني وانت بتقطعي مش هيقع منك بقى يمين وشمال، لا هيفضل جوه لغايه ما انت تفتحيه وتستخدميهم، او لو مش عايزه تستخدميهم تقدري تسيبيهم وتطلعيهم وقت الاستخدام. ان شاء الله هبقى انزل لكم ريفيو عنها، وجبتها منين وسعرها كام واستخداماتها ايه وكل حاجه تخصها يعني. يلا بينا نعمل اول بيبر كليب. انا اخترت هنا الجليتر الفوم اللي لونه احمر، انا بحب اللون الاحمر، وهبدا ادخله جوه القطاعه واضغط ضغطه بسيطه زي ما انتم شايفين بيتقطع معايا بكل سهوله. وهنكرر نفس الخطوه تاني يا بنات عشان احنا هنحتاج 2 عشان نلزقهم ببعض. خطوه يا بنات هنجيب البيبر كليب وهنجيب الشكل اللي احنا قصناه وهنبدا نشيل اللزق من عليه، تمام. هجيب البيبر كليب والزقه في النص، ولا يمين ولا شمال، في النص عشان يكون شكله حلو. اهم جزء بس اللي بيمسك الورق يكون لتحت زي ما انتم شايفين كده، اوعي الجزء ده اللي تلزقيه، لا الجزء ده اللي بيبقى تحت طبعا عشان يمسك الورق، تمام. بعد ما اتاكدت خلاص ان البيبر كليب مسك كويس في القطعه الاولى ابدا الزق القطعتين على بعض، بس في المرحله دي خلي بالك جدا، لان ده اول ما يعني القطعتين اول ما بيمسكوا في بعض مش بيفكوا تاني هيبقى باظ. وهبدا الزق القطعتين على بعض، بس قلت لكم خلي بالكم في الخطوه دي جدا عشان ما تلزقيش حاجه غلط، عشان مش هيفك يعني. ولما تتاكدي ان كله تمام ابداي بقى اضغطي كويس جدا، مفيش اسهل من كده زي ما انتم شايفين. وزي ما انتم شايفين يا بنات مفيش اي فراغات، ولا من فوق ولا من الجنب ولا من تحت، اهم حاجة تضغطي كويس زي ما انا عملت، وهيطلع كأنه قطعة واحدة، وشكله شيك جدا وكيوت، وبجد شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين كده في الورق. اكتبوا لي رأيكم دلوقتي تحت يا بنات في التعليقات، قولوا لي ايه رأيكم، بجد يجنن. هعمل كمان معاكم ده الفويل جولد يا بنات اللي قلت لكم ده فكرتي، انا ما شفتش حد عمل منه بيبر كليبس خالص،
برضو نفس الحكاية، انا بس مغطية بايدي عشان هو بيعكس فحبان. وبرضو شايفين شكله يا بنات، شكله حلو قوي بجد على الطبيعة، يجنن يجنن. للأسف هنا انا هستخدم بيبر كلاب لونه اصفر صغير، لو انت عندك جولد هيبقى شكله احلى بكتير يعني. وبرده هلزق الاتنين على بعض، بس قلت لكم تخلي بالكم ده مش هيبقى زي الجليتر فوم، قلت لكم خفيف، بس طبعا شكله يجنن يجنن. انا بعشق الفويل جولد ده، بيبقى شكله شيك قوي. ده شكله يا بنات في البلانر، شايفين شكله كيوت وشيك ازاي. ده شكل البيبر كلاب الفويل جولد يا بنات، شايفين شكله شيك ازاي، وكمان الاجنده عليها فويل جولد زي ما قلت لكم، بجد انا بعشقه. زي ما قلت لكم يا بنات في اخر الفيديو هقول لكم ايه البديل لو مش عندكم الادوات اللي انا هستخدمها في الفيديو. اول حاجه قطعت الفوم، لو مش عندك ايه البديل ليها. اول حاجه لو انت بتعرفي ترسمي تقدري ترسمي على ظهر الجليتر فوم او الفويل جولد وبعد كده تقصيهم ونفس الخطوات تلزقيهم ببعض. لو مش بتعرفي ترسمي تقدري تنزلي صور من على النت بحجم صغير وتطبعيهم وبعد كده تلزقيهم على ظهر الجليتر فوم وتقصيهم او الفويل جولد وتلزقيهم، نفس الحكايه. شوفي ايه الانسب ليكي لو مش متوفر عندك قطعة الفوم واعمليها يعني. تاني حاجه لو مش عندك الجليتر فوم ده اللي بيلزق، تقدري تجيبي جليتر فوم عادي وتستخدمي جلو، بس تحطي كميه قليله عشان ما يطلعش بره. بالنسبه للفويل جولد يا بنات هتلاقوه عند محلات الديكورات بيتباع بالرول، سعر المتر رخيص مش غالي، تقريبا 18 جنيه. وزي ما شفتوا الحلو فيه كمان ان هو بيتلزق من الظهر، فليه استخدامات كتير. ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم فيديوهات عن استخداماته يعني. بس كده الفيديو خلص يا بنات، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتعملوا شير وتكتبوا لي تعليقات تشجعوني وتدعموني عشان انزل فيديوهات على طول. وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد. باي باي.